أقوال مأثورة. ابن سينا رحمه الله من لطف الله تعالى بعباده ألا يجمع عليهم الهموم والمصائب مرة واحدة، بل يكرمهم ويعطيهم ويفرحهم ويقلبهم في النعم. فإذا ابتلاهم مرة واحدة صبر القلة ونكر الكثرة، وقال: اعلم أن الألم الذي تحيد عنه وتخشى منه وفي أصله نعمة لا يعلمها كثير من الناس، فهو يعلمك الصبر ويسقل نفسك وينذرك بوجود علة في جسدك ويلزمك بأن تكون واقعيا، فيجعلك تشعر بآلام الآخرين. وفوق هذا فهو يقربك من خالقك فتشعر بحاجتك الماسة إليه.